يما هذول اولادي. هذا الي محيص مدار. يما بدنا نفكر قول؟ لا كنيرة شني شغلة جوركم. فيش عندي حل ثاني يما. انت بتعرف انه في مشكلة كبيرة مع اولادك. وامك انا فاهمها. انت دمرت حياتها يوسف لما تزوجتها الياولي. وسه جاي تدمر حياتها كمان مرة. انت طلعتها عندنا عشان ترضي نفسك. شو جايبك لهون؟